ولن نقبل أبدا أن نسحق أبدا. سوف تكون دماؤنا رخيصة من أجل ديننا، من أجل قائدنا، من أجل وطننا. سياسة التمييز الطائفي التي يمارسها النظام الحاكم في البحرين ضد الأغلبية الشيعية في البلاد لم تعد خافية حتى على أبرز حلفاء النظام وحماته الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما تجلى في التقرير السنوي للعام الحالي الذي أصدرته اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، وهي لجنة توصف بالمستقلة وتتبع الحكومة الفيدرالية الأمريكية. لقد جئناكم بالذبح، لقد جئناكم بالذبح يا عباد المجوس. ذكر التقرير على تدهور الحرية الدينية لغالبية المجتمع الشيعي في البحرين في ظل التدهور العام لظروف حقوق الإنسان. التقرير وضع إثر ذلك البحرين في المستوى الثاني بقصد وضعها في قائمة البلدان التي يتم مراقبتها. أهم مظاهر ذلك التدهور بحسب التقرير هي الزيادة الحادة في عدد التحقيقات والاعتقالات والإدانات والاعتقالات التعسفية لرجال الدين المسلمين الشيعة وفقا لتهم لا أساس لها من الصحة وغير حقيقية. بعد من سماحة العلامة الشيخ محمد صنقور حفظه الله إمام أكبر الجمعة للطائفة الشيعية في جامع الإمام الصادق بالتراس، وكذلك منع إمام الجمعة البديل من الدخول للصلاة، وكذلك منع المصلين من الوصول للصلاة، نعلن عن عدم انعقاد الصلاة في هذا الجامع الشريف هذا الأسبوع، والله المستعان. المظهر الآخر هو منع بعض رجال الدين الشيعة من الدخول إلى مساجد محددة لأداء صلاة الجمعة، وكما هو عليه الحال في بلدة الدراز التي لا تقام فيها صلاة الجمعة منذ عدة شهور. التمييز ضد المسلمين الشيعة في الوظائف الحكومية والخدمات العامة والاجتماعية الأخرى أكد عليه التقرير، فضلا عن إشارته لدعم السلطات للخطابات الطائفية التي تبثها وسائل الإعلام الموالية للحكومة. لكن التقرير لم يأتي بشيء جديد، وكل هذه المظاهر والانتهاكات منفكت المعارضة البحرانية من استغلال أي مناسبة دولية للإشارة إليها، لكن المجتمع الدولي صم آذانه عنها ولم يمارس أي ضغوط على النظام الخليفي لتغيير سياساته، بل إن الولايات المتحدة وبريطانيا أمعنتا في دعم النظام كلما زاد من قمعه للشعب. تقرير سيظل حبرا على ورق، وهو لا يختلف عن تقارير لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني التي تصدر كل عام توصيات للحكومة، لكنها تضعها على الرف بل وتعمل الحكومة بالعكس منها. ولذا فإن مثل هذه التقارير بحسب متابعين تعتبر مثالا صارخا على النفاق الدولي، وهي تقدم دليلا قاطعا أن الولايات المتحدة لا تكترث لحقوق الإنسان في البحرين أو في غيرها من الدول التي ترتبط معها بمصالح أضحت هي المعيار الذي يحكم علاقات أمريكا الخارجية.